كنيستي كنيستي هي بيتي هي أمي هي سر فرح حياتي. نشكر الله الذي أتى بنا إلى هذا اليوم وتلك الساعة وهذا المكان ليلتقي الأبناء بأبيهم الروحي، ليرتشفوا منه دسم الكلمات، ليلتقي الراعي برعيته، ليتابع ويتتبع ما فعل في الكرم. وإحنا بنوعده أن الأسرة مستمرة بكل قوتها خلال الفترة اللي جاية بإذن الله لخدمة الكنيسة والمجتمع كله. أنا بشكركم كتير وسعيد أن أنا قابلكم النهاردة، وطبعا سعيد بمشاركتكم في خدمة الكنيسة بأدوار كبيرة، وأرجو أن هذه الأسرة تكبر وتنمو، مش عددا بس، تنمو أنها يكون لها دور وفعالية ككيان بجوار كيانات اللي موجودة جوه الكنيسة. أنا فخور بكلامك يا سيدنا، فخور بفكرك، أنا فخور أن أنت بابانا.